بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعضنا حلقات الحدادة المسلحة. احنا كنا بدأنا طبعا احنا بنتكلم في دورة احتراف أعمال التنفيذ، وكنا بدأنا من فترة نتكلم على ملخص أعمال الحدادة المسلحة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اقصد في مجموعة الحلقات اللي فاتت عن الحدادة المسلحة للأعمدة والحدادة المسلحة للريتينينج وول والحدادة المسلحة للشير وول والكور. ان شاء الله مكملين النهاردة ما بدأناه من ملخص اعمال الحدادة. هنتكلم النهاردة عن حدادة الأنظمة الإنشائية، او بمعنى اصح هنتكلم عن حدادة البلاطات اللي هي محمولة فوق الأعمدة. يعني أنا لما بتكلم عن نظام إنشائي بقول أنا عندي أنظمة إنشائية. معنى كلمة نظام إنشائي، النظام الإنشائي اللي هو البلاطات، سواء البلاطات دي أنواعها المختلفة فيها كمرات ما فيهاش كمرات، هولو بلوك، بانل دي بيم، أيا كان، متحملة على عمدان والعمدان متحملة على أساسات، الأساسات سواء كانت لبشة سواء كانت قواعد منفصلة ومربوطة بسملات، او اساسات عميقة بترمي بعد كده الاساسات اللي هي السطحية بترمي على اساسات عميقة زي الخوازيق، ايا كان ده معنى كلمة انظمة انشائية. بس اللي انا اقصده هنا احنا اتكلمنا على طبعا نص الانظمة الانشائية، سواء اساسات سواء اعمدة سواء شير وول ريتيننج وول. النهاردة هنتكلم عن الجزء التاني بقى اللي هو الانظمة الانشائية اللي هي الخاصة بالبلاطات. عندنا كذا نوع من البلاطات، عندنا بلاطات اسمها سوليد سلاب. البلاطات دي عبارة عن بلاطة مسطحة وفيها قمرات، عبارة عن بلاطة لنقل حملها لركائز طرفية اللي هي قمر، وتنقل القمر ردود افعالها الى الاعمدة. يعني انت عندك الحمل سواء حمل ميت ديد لود او لايف لود بيتحمل على البلاطة، والبلاطة بتوزع على القمرات او الجسور، والكاميرات بترمي حملها على الاعمده والاعمده بترميها على الاساسات والاساسات للتربه. ده بمنتهى البساطه مكون النظام الانشائي. عندنا تاني حاجه الفلات سلاب. الفلات سلاب عباره عن ايه؟ الفلات سلاب عباره عن بلاطه برقتين حديد بترمي مباشره على الاعمده، والاعمده بترمي بدورها على الاساسات والاساسات على الاتربه زي ما شفنا. وعندك حاجه تاني الهولو بلوك. الهولو بلوك برضو عباره عن بلاطات، بلاطه صغيره محموله على حاجه اسمها الاعصاب او الريبس. الاعصاب دي بتنقل الحمل لقمرات ساقطه اللي هي بروجكتد بيم او قمرات مخفيه هيدن بيم، والقمرات المخفيه بترمي حملها على الاعمده ثم الاساسات. عندنا حاجه بعد كده اسمها بانل دي بيم. برضو ده عباره عن نظام انشائي ذات قمرات متقاطعه مع بعضيها، بتعمل بطريقه حاجه اسمها السبرينج او زي السوسته كده، مفيش قمره فيهم شايله التانيه، بل بالعكس هم كلهم بيشتغلوا كيونت واحده، بيرموا حملهم مباشره على قمره مارجنال خارجيه، والقمرة المارجنال بترمي على ايه؟ على الاعمدة ومنها للاساسات والطرب. هنبدأ ان شاء الله النهاردة نتكلم على اول الحدادة. احنا زي ما قلت لكم احنا الجزء ده احنا بنتكلم طبعا في دورتنا الكبيرة اللي هي يعني عدت دلوقتي الحلقات كتيرة جدا، بنتكلم عن دورة احتراف اعمال التنفيذ. وقلنا في الاخر خالص هنخلي جزء ملخص اعمال الحداده ده، احنا بنتكلم دلوقتي عن ملخص اعمال الحداده. طبعا اتكلمنا قبل كده عن السوليد سلاب بكل تفاصيلها، انجاره وحداده وكل حاجه فيها، ما سبناش اي حاجه فيها، والمعلومات البسيطه والمعلومات الكبيره ما سبناش اي حاجه فيها. النهارده بس هنتكلم عن السوليد سلاب كحداده مسلحه فقط مش اكتر. تعالى اديكم نبذه كده عن السوليد سلاب. ودايما زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انا يعني بخاطب اللي قدامي او بكلم اللي قدامي في الحلقه على اساس انه ما شافش الحلقات اللي فاتت،
بكلمه من اول وجديد. انا دلوقتي انا شرحت النظام الانشائي اللي هو السوليد سلاب ده قبل كده وشرحته بالتفصيل في الحلقة دي، برضو بديك فكرة عن النظام الانشائي تاني باعتبار ان انت لو مسمحتش الحلقات اللي فاتت تبدأ تتابع معايا من جديد وتبدأ ايه ما تتوهش مني، وبنكرر المعلومة مرة واثنين وثلاثة للاستفادة وعشان انا استفاد قبلكم انتوا. يعني مكونات السوليد سلاب بمنتهى البساطة، السوليد سلاب بيتكون من بلاطة، بلاطة عادية برقة بسمك معين بيتراوح مثلا من 10 سنتي ل 15 سنتي، ما بيزيدش عن كده، وان زاد عن كده ما عنديش اي مشاكل، بس عشان الشرينكج. يعني في واحد يقول لي ممكن انا عندي بلاطة سوليد سلاب 16، عندي وهجيبها لك في الحلقات الجاية ان شاء الله برسومات. البلاطة دي بيبقى تسليحها عبارة عن شبك حديد، رقة واحدة، رقة حديد واحدة. البلاطة دي بترمي حملها على الكمرات زي ما حضراتكم شايفين اهو، دي البلاطة ودي الكمرات. الكمرات ده عبارة عن جسر ساقط له سمك معين، له انرشي عالية، بيفضل الحمل بيرميه على الاعمدة والاعمدة للكمرات زي ما حضراتكم شايفين. البلاطة اللي قدام حضراتكم دي كانت نظام انشاء البلاطات لمدرسة، وزي ما حضرتك شايف اهو الكاميرات دي الكاميرا اهي، كاميرات زي ما حضرتك شايفها قدامك اهي. طيب تعال نخش كده برضو نتكلم اهو، نفس النظام اهو، ده البلاطه بتسليحها اهو البسيط، شبكه واحده بترمي حملها على الكاميرات زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنشوف صوره تانية كده توضح لنا اكتر واكتر اهو، دي البلاطه اهو، وده القمر الساقط اهو، قمر ساقط اهو. تعالوا نبدأ بقى نقسم السوليد سلاب لجزئين عشان نسهل على نفسنا شوية. هنبدأ نتكلم في الاول عن القمرات، القمرات الساقطة لوحديها او القمرات عامة وهنتكلم برضو عن الهيدن بيم ان شاء الله، وهنتكلم عن الفواتير وهنتكلم عن المخدات، كل ده هتعرفوه ان شاء الله. وبعد كده نتكلم عن البلاطة. يعني احنا في الحلقة دي ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن الكاميرا الساقطة لوحديها، هوريكم حدادتها المسلحة شكلها عامل ازاي وكل التفاصيل اللي فيها ان شاء الله. تعالوا نبدأ، دي الكاميرا اهي زي ما حضرتك شايف، والبلاطة رامية فوقيها. لو حشت البلاطة فالكاميرا شكلها عامل كده زي ما حضرتك شايف اهو، دي بريكاست، كاميرا بريكاست. بريكاست يعني ايه؟ يعني هي متصنعة جاهزة وجاية راكبة على طول. ايا كان انا بجيب لكم الصورة بس عشان ايه تعرف يعني ايه كاميرا. الكاميرا اللي قدام حضرتك ايه او بيم. تعال نشوف طريقة التحميل عليها، البلاطة بتحمل على الكاميرا ازاي. الكاميرا الاحمال اللي عليها بتبقى عبارة عن ايه؟ اولا الاحمال اللي عليها نتيجة حاجتين، حملها هي الاون ويت بتاعها، هي حمل في حد ذاتها، هي حمل على نفسها. تاني حاجة الأحمال اللي جايالها من البلاطات، الأحمال اللي جايالها من البلاطات عبارة عن إيه؟ عبارة عن ديد لود ولايف لود. الديد لود عبارة عن إيه؟ الديد لود عبارة عن حمل القمر، حمل البلاطة نفسها، حمل البلاطة نفسها الأون ويت بتاع البلاطة، حمل الفلورنج كفر، حمل التشطيبات الأرضيات، سواء سيراميك أيا إن كان أنت مشطب الأرضية إزاي، حمل الولود، احمال الحوائط. احمال الحوائط ممكن تبقى على البلاطة نفسها او ممكن تبقى رمية على القمر مباشرة. طبعا في السوليد سلاب احنا بنخلي كل حيطة تحتها قمرة قدر المستطاع. وبعدين بنتكلم عن اللايف لود. اللايف لود اللي هو الاحمال اللي هي المتحركة، اللي هو احمال الناس البني ادمين العادية. طبعا اللايف لود ده بيختلف زي ما قلنا قبل كده من 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 منشأ للتاني، منشأ سكني ممكن نلاقي اللايف لود 250 كيلو جرام على المتر تربيع او 300 كيلو جرام. في مثلا المسارح والسينمات لا ممكن نلاقيها مثلا 500 كيلو جرام او 600 كيلو جرام، والمدارس ممكن نلاقيها 400 كيلو جرام، فبتختلف على حسب المنشأ. طيب الاجهادات اللي بتنتج بقى، خلاص الكاميرا انا عرفت الحمل اللي جاي عليها، اتحملت باحمال معينه. الاجهادات اللي بتبقى على الكاميرا عباره عن ايه؟ الاجهادات اللي على الكاميرا عباره عن اجهادات نورمال
واجهادات شير. الاجهادات النورمال زي ايه؟ زي اجهادات المومنت، القمر طبعا بيبقى عليها مومنت، فالمومنت ده بيخلي لي اجهاد شد تحت هنا كده في اقصى منطقة مومنت، يعني اي حتة ارسم القمرة بتاعتك، طبعا بتعرف ترسم القمرة وترسم المومنت بتاعها، اي حتة موجود فيها مومنت يبقى موجود فيها شد. الشد ده بيخلي لي الفيلير في القمرة شكله بيبقى عامل كده زي ما حضرتك شايف، شكل الشروخ بيبقى عامل كده، ومع الوقت مع قطرة التحميل بتلاقي القمرة انهارت. ده اول استرس عندك. تاني حاجة القوة القص. قوة القص بتبقى على زاوية 45 زي ما حضرتك شايف كده اهي، قوة القص اهي. دي برضو نتيجة الاحمال، ودي بتحدث جنب السبورت جنب العمدان. طب بنبدأ نتغلب على الاجهادات دي ازاي؟ بنبدأ نتغلب على الاجهادات بتاعت الشد اللي هي نتيجة المومنت اللي هي بتحصل في منتصف الكمرة او في اعلى الكمرة ايا كانت على حسب المومنت، عن طريق الحديد، حديد ساقط في الكمرة اللي هو بالاحمر اللي حضرتك شايفه ده، اللي هو ده بنبدأ نرصه تحت عشان نتغلب على قوة الشد. الشير ده بنتغلب عليه ازاي؟ بنتغلب عليه بحاجتين، يا اما بتعمل حديد مكسح زي اللي حضرتك شايفه ده، يعني الحديد اللي هو بيقاوم الشد تحت اللي هو ده بتكسحه فوق على زاوية 45، بحيث ان الجريدة اللي هي على زاوية 45 دي اسمها جريدة، اللي هي على اللي هي المايلة دي تقدر تقاوم لأحمال الشير. طيب انت شايف، وانا زي ما قلت لك قبل كده ان انا دايما بحط الحديد عمودي على اتجاه الشروخ اللي ممكن تحصل، يعني الشرخ اللي ممكن يحصل لي تحت هنا في الكاميرا شكله كده، شكله رأس اهو، عشان كده بحط الحديد شكله ايه؟ افقي، ساقط افق. طيب الشروخ اللي ممكن تحصل لي او الاجهادات اللي ممكن تحصل لي في الكاميرا نتيجة الشير شكلها ازاي؟ شكلها مايل بالطريقة دي اهي على زاوية 45، يبقى انا بالتالي احط الحديد عمودي عليها، يبقى مايل على زاوية 45 بس في الاتجاه التاني. شايف حضرتك الحديد مايل في الاتجاه التاني، في الاتجاه الموجب على زاوية 45، بينما الشروخ مايلة في الاتجاه السالب على زاوية 45. يبقى انا دايما ابقى عارف عايز اقاوم اي شروخ بيجيلي او اي ستريسز بتتحمل عندي على اي عنصر انشائي، تحط الحديد حديد التسليح عمودي على اتجاه الشروخ المتوقع ظهورها. تمام كده. دي تاني حاجه زي ما قلت لحضراتكم، المومنت او الشد اللي في اسفل الكاميرا بتغلب عليه بالحديد الساقط السفلي، والشير بتغلب عليه بحاجه من الاتنين، المكسح اهو غالبا، يعني ده بيبقى حديد اهو الساقط بكسحه بزاوية 45 بطريقة معينة وباشتراطات معينة هنشوفها بعد كده عشان يقاوم الشير، او عن طريق الكنات. الكنات اللي هي دي اهي، الكانة لما بحطها كده، بتقدر تقاوم لي احمال بتقدر تقاوم لي اجهادات والشروخ الناتجة في البلاطة اللي هي شكلها بيبقى كده. فبمنتهى البساطة انا بقاوم، زي بذكركم برضو، بقاوم الشروخ عن طريق حديد التسليح. تعالوا بقى كده نعيد الكلام ده مرة واثنين وثلاثة تاني عشان نأكد المعلومة مرة واثنين وثلاثة. اللي يهمني انك تكون فاهم البرنسبلز الاساسية، عشان لو تعرضت لأي مسألة انشائية بعد كده انا ما قلتهاش وما ذكرتهاش، هيبقى الموضوع بالنسبة لك بعد كده سهل جدا، لانك واخد الاساسيات واخد الافكار الاساسية معاك، تقدر تتحكم فيها او تفكر فيها في اي مسألة انشائية صعبة. وربنا ان شاء الله ييسر ونعرف نفيدكم بمعلومة. تعال نتكلم مع بعضنا ان شاء الله، نعيد الكلام ده تاني. الورق ده بتاع الدكتور ياسر الليسي، ورق جميل جدا. تعال نكمل. بيقول لك اماكن التسليح الرئيسي في القمرات، زي ما قلت لحضراتكم عند وضع احمال على القمر يحدث لها ديفليكشن. ديفليكشن يعني ترخيم، ترخيم زي اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، القمرة انحنت لتحت
اللي هو اسمه الديفليكشن، وينتج عنه عزم انحناء اللي هو البندنج مومنت، وستتكون مناطق في الكاميرا يوجد عليها شد واخرى ضغط. تمام، الاماكن اللي فيها مومنت شد والاماكن اللي فيها اللي ما فيهاش مومنت يبقى دي اماكن الضغط. وتكون جهة الشد دائما هي جهة المومنت اهي. تمام، ولانه يجب وضع حديد التصليح الرئيسي جهة الشد، اي يجب وضع الحديد الرئيسي جهة المومنت. ده منتهى البساطة الكلام اللي لسه قايله لحضرتك من شوية اهو. قمر عادية اهي، قمر عادية اهي حصل لها ديفليكشن نتيجة الاحمال. انا مش عايز الديفليكشن ده يحصل، مش عايز الكلام ده يحصل، فارسم المومنت. طيب مش عايز الديفليكشن ده يحصل، مش عايز الحاجات دي تحصل، خلاص حط لها حديد. طب احط الحديد فين؟ خلاص ارسم المومنت اللي احنا خدناه في الكلية في الاستراكشر. طبعا سهل، مفيش مهندس ما بيعرفش يرسم المومنت، دي حاجة اساسية. تبدأ ترسم المومنت على الكاميرا، والاتجاه اللي ظهر فيه المومنت اهو، المومنت فين هنا؟ تحت ولا فوق؟ المومنت تحت، اذا بتحط الحديد في الاتجاه السفلي بمنتهى البساطة. طيب عندك مسألة تانية اهي، كاميرا بالشكل ده، كاميرا سيمبل عادية خالص بس طالع منها كانتليفر. الكاميرا دي انا مش عايزها بالشكل ده، عايزها ما يحصل لهاش ديفليكشن، عايزها ما يحصل لهاش شروخ. فبعمل ايه؟ تحط لها حديد. تحط لها حديد فين؟ ارسم المومنت. المومنت زي ما خدناه في الكلية اهو، بيبقى سالب نتيجة الكانتليفر اهو، وموجب في السيمبل اهو. بتحط لها، اذا انا هحط الحديد في الحتة ده هحط حديد فوق، وفي الحتة دي هحط حديد تحت. تمام، نشوف حاجة تانية، كاميرا سيمبل برضو عادية اهي بس باتنين كانتليفر، نفس الكلام نفس الفكرة اللي فاتت اهي. كده هحط حديد في منطقة الشد هنا، وحديد في منطقة الشد هنا، وحديد في منطقة الشد هنا، زي ما حضراتكم شايفين معاكم في الصور. صورة تانية اهي، الكاميرا بالشكل ده. الشكل ده غالبا بيحصل فين؟ بيحصل لما يكون عندي الليزبان ده قليل. الليزبان يعني ايه؟ البحر الكاميرا ده قليل اهو، ده بحر الكاميرا. لما يكون عندي بحر الكاميرا ده صغير، فبتلاقي معظم العزوم عندي طلعت فوق، شكل الديفليكشن بيبقى شكله عامل كده. جاء الشد ده، الشد بيبقى غالبا معظمه بيبقى فوق، فبالطريقه دي المومنت شكله بيبقى عامل كده. وبالتالي الحديد الرئيسي كله بيبقى في المنطقه العلويه. طبعا الكلام اللي انا بتكلم، الحاجات اللي انا بقولها دي بتكلم عن اماكن وضع الحديد الرئيسي. يعني الكلمتين اللي انا قلتهم الطوال دول بتكلم فيهم عن اماكن وضع الحديد الرئيسي. يعني واحد يقول لي خلاص انت حطيت الحديد فوق يبقى تحت مفيش حديد، لا تحت فيه حديد. يعني تعالى مثلا نتكلم عن الصوره دي، انت قلت للمومنت تحت، خلاص احط الحديد تحت، معناها ان مفيش حديد فوق؟ لا، في حديد فوق، بس ده اسمه اللي تحت ده اسمه الحديد الرئيسي. في تحت، في فوق حديد ثانوي، في كانات، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل. بس انا دلوقتي بتكلم على اماكن الحديد الرئيسي اللي هو كمية الحديد الكبيرة اللي احطها في القمر. زي ما اتكلمنا، اذا كان طول الكانتليفر كبير نسبيا بالنسبة الى البحر الذي في المنتصف، اللي هي البحور دي بتبقى صغيرة، فمن الممكن ان يكون كل المومنت على الكاميرا كله في المنطقة العلوية. وبالتالي المين رينفورسمنت اللي هو الحديد، حديد التصليح الرئيسي كله هيبقى فوق. تعال نشوف اتكلم عليه تاني. ده كده اتكلمنا عن المومنت. تعال نتكلم على الشير، القص اللي قلت لحضراتكم عليه، مقاومة قوى القص باستخدام كانات واسياخ مكسحة. كانات واسياخ مكسحة زي ما قلت لحضرتك اهي، الاسياخ المكسحة اهي، السياخ اللي بتقاوم الشد تحت بتكسحها عشان تقاوم المومنت فوق. تاني حاجة الكنات اهي، اللي هي دي الكنات. تعال ندردش مع بعضنا كده. خلينا متفقين ان الكنات، طريقة تصليح الكاميرا بالحديد المكسح كانت بتستخدم زمان بكثرة، ودلوقتي ما بتستخدمش الا قليل جدا، يكاد ما بتستخدمش خالص. تمام، يبقى انا معظم ال مقاومه الشير اللي عندي بستخدم لها ايه؟ بستخدم لها
الكنات، يبقى الاسياخ المكثفه دلوقتي ما بتستخدمش، يبقى معظم مقاومه الشير عندي بتبقى دلوقتي بايه؟ بالكنات. طيب لو انا استخدمت كمره وحطيت فيها حديد مكثف، هل مش هيبقى فيها كنات؟ خلاص انا اتغلبت على قوه الشير باستخدام الحديد المكثف، يبقى مش هحط كنات. هحط كنات ليه؟ لا غلط، لان الكنات مش وظيفتها الوحيده ان هي تقاوم الشير، مش دي الاساسيه بتاع هي اساس ان هي بتقاوم الشير اساسا، بس لها وظائف تانية كتير. يبقى بالتالي انا برضو لما اعمل استخدم الحديد المكثح هستخدم برضو كنات. طيب غالبا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم ما بنستخدمش الحديد المكثح، فبنستخدم الكنات على طول، وبنكثف الكنات في المنطقه دي زي ما هنشوف بعد كده كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله، بس بديكم فكره عامه كده، بنكثف الكنات في المنطقه دي عشان تقاوم الشير بمقدار اكبر. طبعا دي زاويه الميل بتاع الحديد المكثح لو هنستخدم الحديد المكثح، وبقول لك الزاويه دي بتبقى 45 اذا كانت الدي اقل من 600. ايه الدي دي؟ الدي دي اللي هي عمق القمره ده من اول هنا كده لحد الحديد الاحمر ده، يعني التي كلها بتاع القمره ناقص الكفر اللي تحت ده، الكفر اللي تحت ده، يبقى الدي عباره عن ايه؟ التي بتاع القمره سقوط القمره كله ناقص 2.5 سنتي اللي هو الكفر. طب لو كانت الدي دي اكبر من 600، يعني كانت مثلا 80 ولا حاجه ولا 90، وفي القمر متر، هنشوف مع بعضنا كل حاجه، يبقى الفاي دي يبقى زاويه ميل الحديد التصليح على الافقي بيبقى بزاويه 60 درجه. طيب تعالوا بقى كده نشوف، نتكلم عن حاجه تانية، مقاومه التورشن. تمام، التورشن هاو تو ريزيست تورشن. تورشن يعني ايه؟ تورشن يعني انقلاب. انقلاب يعني ايه؟ يعني القمره عايزه تتقلب بوشها، يعني القمره دلوقتي عايزه القمره زي ما حضراتكم عايزه تتقلب كده او كده، تتقلب يعني كلها تتقلب، يعني تميل الجنب التاني بمعنى اصح. بقاوم التورشن ده بايه؟ زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقات الاولانيه خالص في 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 ملخص اعمال الحداده، التورشن ده بيقاوم ازاي؟ اولا عن طريق الكلوزد ستيربس، الكنات المغلقه اهي، كنه مغلقه يعني ايه؟ يعني المفروض الكنه بتمشي كده وتقفل هنا كده اخرها هنا كده، لا الكنه بقفلها كده في الجنب ده، بيبقى لها زي قفلين، قفل هنا وقفل هنا، دي اسمها كلوزد ستيربس. او عن طريق البراندات، بس البرانده يبقى شكلها زي ما حضرتك شايف كده اهي، والجنب التاني العكس كده، براندة كده وبراندة كده. تمام، يبقى عن طريق البراندات. تالت حاجة، حاجة ملهاش دعوة بالتسليح، اللي هي عن طريق زيادة عرض القمر. عرض القمر اللي هو العرض ده، اللي هو العرض ده اللي هو ده يا فندم. يبقى انا بقاوم التورشن بتاع القمر عن طريق تلات حاجات اللي يهمنا في ملخص اعمال الحدادة، الكنات المغلقة والأسياخ الطولية، هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، هنتكلم عن الكنات بالتفصيل إن شاء الله، وهنتكلم عن البراندات بالتفصيل. بكده يبقى أنا لخصت، بكده يبقى أنا قلت لك معظم الإجهادات اللي بتبقى موجودة على القمرة، وبالتالي بنحط الحديد فين وبنعرف نحط الحديد فين. طيب تعالوا نشوف تفصيله بسرعه كده عشان نختم بقى حلقتنا عن شكل الحداده في القمر. ادي القمره اهي، الحديد الرئيسي بيبقى تحت زي ما قلت لحضرتك اهو، ده الحديد الرئيسي. حطيته تحت هنا في القمره دي ليه؟ حطيته تحت هنا في القمره دي ليه؟ عشان المومنت معظمه تحت، ادي سيمبل بيم عاديه خالص. طيب تاني حاجه، الكنات اللي هي بالازرق دي اللي قلت لحضرتك عليها اهي، دي كنات اهي. تالت حاجة البراندات اللي احنا لسه متكلمين عنها اهي. طيب الاخيرة دي بقى اسمها ايه؟ الحديد اللي فوق ده اسمه ستيربس هانجرز، اللي هو علقات الكنات. بحطها عشان تعلق الكنات دي، اعرف اربط الكنات دي فيها الاول، ودي اول سيخين حديد بيتضربوا في الكاميرا كلهم، يعني اول ما ببدأ بسم الله الرحمن الرحيم هسلح الكاميرا دي باجي رامي السيخين دول
سيخين الحديد دول، ادي السيخ ده والسيخ ده اللي هم اسمه معلقات الكنات. وبعدين بدخل فيهم ايه، بدخل فيهم الكنات كلها، الكنات بتاع الكاميرا تحت كلها. بيبقى حاسبها انا عندي الكاميرا مثلا عايزه مثلا 20 كانه، عايزه 30 كانه، بحطهم كلهم. وبعد كده بربطهم كويس على تقسيط معين، التقسيط اللي هو جاي لي في اللوحه. اربط الكنه الاولانيه، اخد مسافه، اربط الكنه الثانيه مسافه، نفس المسافه اللي جايه لي في اللوحه او اللي انا حاسبها. وبعد كده بزرق الحديد السفلي تحت وبربطه كويس، وبعدين بالحديد البراندات. يبقى انا زي ما قلت لحضرتك اهو، انا عندي المين رينفورسمنت اللي قلت لحضرتك عليه بتحط جهه الشد، تاني حاجه الكنات اهي، تالت حاجه اللي قلتها لحضرتك اللي هو الشرينك جبار او البراندات، رابع حاجه اللي هي الاستيراد، علاقات الكنات. هقول بس معلومه بسرعه وبعدين نختم الحلقه بتاعتنا ونكمل الحلقه الجايه ان شاء الله، نتكلم على اول حاجه اللي هو الحديد الرئيسي. المعلومه اللي عايز اقولها ايه، رقم واحد، الحديد الرئيسي بيبقى كام في الكاميرا، كل كاميرا فيها كام واحد؟ هقول لك معرفش، دي بتبقى على حسب التصميم. والله الديزاينر صمم الكاميرا على الاحمال اللي جايه عليها، فطلع مومنت معين، فالمومنت شاف هيعمل كام سيخ حديد فحطه لي هنا. طيب تمام. الكنات برضو نفس الكلام، الديزاينر عمل جاب الشير اللي وقع على الكاميرا، وجاب منه عدد الكنات في المتر اللي هو ما بيقلش عن 5.8 يعني. طيب علاقات الكنات مثلا دي بيبقى محتاجه ان انا اصممها؟ لا، ما بتبقاش محتاجه ان انت تصممها، دي ما بتجيش من التصميم، دي بتيجي 1/10 ل2/10، يبقى غالبا بناخدها بوينت 1.5، يبقى 15% من الاريا ستيل. الاريا ستيل اللي هي دي، يعني انت لو حطت هنا اريا ستيل معينه تضربها في 15% تديك دي، او 2 فاي 10، او 2 فاي 12. يعني غالبا في المنشات العاديه البسيطه بنحطها 2 فاي 10، 2 فاي 10 علاقات كانت، وفي الفريمات والحاجات اللي زي دي بنحطها 2 فاي 12. يبقى هي غالبا بتتحسب ازاي، اللي هي من بوينت 1 لبوينت 2 الاريا ستيل. طيب ال 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 البراندات او الشرينك جبار دي بيقول لك اساسي تحط لي الشرينك جبار دي كل 30 سم، كل 30 سم وبرضه هنتكلم عليها بالتفصيل. وبيقول لك حطهم لي 2 فاي 10، وبرضه 2 فاي 10 دي برضه لها رقم وازاي اتحسبت. ان شاء الله هنتعرف على كل ده بالتفصيل الحلقات الجايه، هناخد حلقه ان شاء الله هنتكلم فيها عن الاريا ستيل دي لوحديها، وحلقه هنتكلم عليها عن الـ عن الـ عن الكنات لوحديها، وحلقه هنتكلم عن البراندات، وحلقه هنتكلم عن الاستيراب هانجرز. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.